كما ذكرت يعني قبل الفاصل نحن دارين قبل ما نجي لموضوع الأسعار نعمل تعليق سريع حول موضوع المناظرة التي أجراها حزب المؤتمر السوداني بين قياديين في الحزب حول المشاركة في الانتخابات القادمة 2020، وهنا ده أثار جدل في الساحة حول هذه المناظرة، يعني بين الذين اعتبروها مجرد شو سياسي يعني، وبين من اعتبروها بأنها يعني خطوة متقدمة تستحق الثناء والشكر. خلونا نشاهد ملامح سريعة كده من هذه المناظرة وأعود للتعليق عليها مع الأستاذ الزميل ضياء الدين بلال. يسعدني أن أستضيف بالنيابة عنكم السيد عادل بخيت عضو حزب المؤتمر السوداني، متبنيا لرأي المقاطعة لانتخابات 2020. كما أيضا يسعدني أن أستضيف السيد خالد عمر عضو حزب المؤتمر السوداني، متبنيا لرأي المنازلة في الانتخابات. نتكلم ساي عن حركة شعبية وجماهيرية وثورة شعبية وغيره، ونحن المسافة بيننا وبين الناس كبيرة للغاية. عليه قبل ما نتكلم عن انه النظام قرب انهار، النظام خلاص حينهار، نتكلم عن انه نحن محتاجين نحل العقدة والمعضلة دي، محتاجين نحل العقدة والمعضلة دي، معضلة تمثيلنا الحقيقي للناس. قبل ما نتكلم عن انه والله يا اخي مطالب الجماهير هي كده، ده طالب الجماهير ما حقتنا نحن، ما حقت القوى السياسية. القوى السياسية هي المحتاجة انها تراجع مسألة مشروعيتها، تراجع مسألة مشروعيتها الجماهيرية. ومن هنا بدي النقاش عن موضوع الانتخابات. ولذلك في عدم وجود الركائز بتاعت النظام الديمقراطي لا تستطيع أن تتحدث عن انتخابات. الانتخابات الوحيدة اللي يمكن أن نتحدث عنها بأنها حازت قدر كبير من مطلوباتها للأسف الشديد كانت في عهد الاستعمار، انتخابات 1953، لأنها وضعت اشتراطات واضحة. هذه الاشتراطات كانت تصب في عزل السلطة ومنع تأثيرها على سير العملية الانتخابية، بدليل إنه لجنة الانتخابات كان رئيسها ما من السودان، كان رئيسها هندي بعثته الحكومة الهندية. زميلنا الأستاذ ضياء الدين بلال علق على هذه المناظرة في عمود اليوم تحت عنوان إحنا ما تمام، فنريد يعني نتكلم مع ضياء حول يعني الفكرة عموما ونبدأ من نحن ما تمام. ضياء الدين بلال مرحب بك. مرحب بك الطاهرة. نحن ما تمام، البعض يعتبر نحن تمام طالما نحن نناقش هذه القضايا الحزبية الداخلية على الهواء الطلق وبكل أريحية، ولم نمل إلى الاختباء أو ممارسة مثل هذه النقاشات داخل الغرف المغلقة في الحزب. تعليق. الفكرة بحد ذاتها أعتقد أنها فكرة جيدة وفكرة متميزة وفكرة غير مسبوقة من قبل، خاصة في الممارسة السياسية السودانية. عادة القضايا الخلافية تدار في الغرف المغلقة وبعيد عن الأضواء. أعتقد أنه حزب المؤتمر السوداني امتلك الشجاعة والجراءة خلته يناقش هذه القضية، وهي قضية جدلية داخل أروقة الحزب استمرت لأكثر من عام ونصف، يخرج بها إلى الرأي العام. واعتقد انه الفكره فكره ذكيه جدا، لانه بتتيح فرصه لكل طرف انه يعرض حججه واسانيده فيما يتعلق بدعم موقفه اذا كان في الرفض او كان في التأييد. وبرضه المساله دي بتساعد في تشكيل الراي العام الداخلي قبل الحزب او للقوى السياسيه. اعتقد انه برضه الحكايه دي عابره لجذور الحزب، المؤتمر الوطني، الى كل القوى المعارضة اللي هي الآن تتردد ما بين الانخراط والدخول في السباق الانتخابي القادم في 2020، أو المقاطعة والالتزام بالمواقف القديمة تم التعبير عنها في 2010 وفي 2015. فبالتالي احتاج أنه من حيث الشكل ومن حيث الفكرة تعتبر الفكرة فكرة متميزة وفكرة جريئة وفكرة خارج الصندوق القديم
وخارج أدبيات النادي السياسي السوداني. لكن البعض يعتبره مجرد شو سياسي يعني، يعني مثل هذا النقاش حتى يكون ناضج مفروض يكون في حتة غير الحتة التمديه تم فيها يعني. لا أعتقد إنه في 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 مكان أكثر من إنه هذه هذا الحوار يدور على على الهواء، منقول على صفحة الحزب في الفيس، في مشاركات وفي تعليقات من القوى من 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 مختلف أنحاء العالم. أعتقد إنه دي ذاتها بادرة بادرة ما أظن إنها هي موجودة في في الممارسة السياسية السودانية، إنه الحزب يستغل صفحته في الفيس لأنه يتواصل مع كل الطيف السياسي المهتم بمثل هذه القضايا على مستوى العالم. دي فكرة، فكرة في حد ذاتها فكرة جيدة. بعد كده أنا أعتقد إنه أهم ما في هذه الفكرة هو ممارسة فضيلة النقد الذاتي. نحن ما تمام عبارة جرت وتكررت على لسان خالد عمر يوسف اللي هو كان بيمثل التيار المنادي للمشاركة في الانتخابات، وهو وجه نقدي قوي وجريء وشجاع وفيه كثير جدا من الحيثيات لأداء المعارض، وتساءل ووضع المشروعية الجماهيرية للمعارضة، وضع قيد التساؤل وقيد الاستفهام، واعتقد أنه دي جراءة كبيرة جدا. وإذا القوى السياسية السودانية الخاصة المعارضة إذا هي ما كانت عندها مقدر على إن تعمل أدوات النقد الذاتي في ممارسته وفي تجربته وفي علاقته بالجماهير، ما أعتقد إن هي ممكن تطرح نفسها كبديل للحكومة السودانية القائمة الآن وحكومة المؤتمر الوطني. لكن ضياء مع عذرني المقاطعة، أوليست هذه المناظرة هي امتداد للحوارات التي ابتدأها الأستاذ السرسد أحمد وتبع النور حمد وغيره هنالك، يعني نبعت هنالك الفكرة؟ صحيح، هي طبعا هذه الفكرة تم التعبير عنها من قبل أشخاص، ومن قبل أشخاص عندهم اعتباريتهم عندهم وزنهم عندهم قيمتهم. يعني الأستاذ السيد أحمد يقطر من الأقلام الرصينة، من الأقلام التي ينظر إليها بعين الاعتبار والتقدير من قبل قطاعات وازع من المتابعين والمنشغلين بالعمل العام، وكذلك الدكتور الواثق كميل. لكن أن يتم تبني هذه المبادرة من قبل قوة سياسية موجودة في الشارع السياسي، أعتقد أنه هذا هو الجديد. وكونه هذا الحزب يلتقط هذه الأفكار من هنا وهناك ويطورها ويحاول أن يدير جدل ونقاش حولها من داخل دار وعبر الفضاء وعبر الفضاء المفتوح، أعتقد أنه دي خطوة يجب أن ترجع. معظم المبادرات التي تأتي من الأحزاب السياسية السودانية هي مبادرات تكاد تكون متشابهة، قائمة على المخاطبات، قائمة على خطاب معلب ومحفوظات قديمة ومستهلكة، لذلك فقدت مقدرتها للتأثير. طيب أكثر ملاحظة أنا لفتت نظري كلام خالد، الكلام اللي كان بيدور أنه إيه الشارع السياسي ما قاعد يستجيب لدعوات المعارضة بالتظاهر وغير ذلك، وحديث خالد الجري بأنه معظم المظاهرات التي تخرج هي من العضوية الملتزمة داخل هذه الأحزاب التي لا تتجاوز 1000 عضو في المشاركات، ودي احترافات قوية وجلية، وأعتقد أنها ما 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 بتنقص من الجهة اللي بتقدمها، بالعكس بتديها مصداقية وبتديها. نحن يا طاهر فرصة مهمة جدا، القوى السياسية السودانية الآن بتعاني من أزمة مصداقية. معظم الكلام ومعظم الأحاديث التي تخرج من القوى السياسية هي موضع اشتباه وموضع شك من قبل المستمعين السودانيين، باعتبار أنه في محاولات للتجميل ولا محاولات لتسويق الخطابات السياسية. فلكن حينما يأتي النقد الذاتي وتأتي هذه الاحترافات، أعتقد أن المسألة دي بتدي الشخص الذي يعبر والمنبر والحزب بتديه مصداقية، والمصداقية سلعة الآن غالية الثمن في الممارسة السياسية السودانية. ضياء يعني أنت عارف الأجواء بتاعت النقاشات بالذات في الدعوة للمشاركة دائما ما تموت تحت دعاوى كثيرة منا اشتروكم ودفعوا ليكم كم، والناس بيمشوا لقصة إنه ده خط أمريكي جديد، يعني تتعدد منابع الاتهامات. هل تتوقع لتيار المشاركة وهو الآن على يعني أسماء كبيرة، تتوقع له أن ينجو من هذه الضربات المميتة التي تتهم النية وتتهم الفعل؟ هذه الضربات وهذا التشكيك بدأ أصلاً
أول ما تم طرح هذه الفكرة كانت هناك أصوات حتى من داخل الندوة تتحدث عن أن هذه المبادرة مبادرة معدة ومفبركة من قبل قوة خارجية تريد لها المعارضة أن تشارك النظام وكذا. أعتقد أن الاتهامات دي اتهامات هي اتهامات ما عندها سند، ما عندها سند قوي، ما عندها مقدرة على أنها هي تنافح وتقاتل لتؤكد صحتها. هي افتراضات واتهامات عادة ما تجري على الألسن في مثل هذه المواقف ومثل هذه المبادرات وسرعان ما تذوب وتتلاشى يعني. لكن أعتقد أنه في لبس حاصل، في لبس بين المشاركة في السلطة والمشاركة في العملية الانتخابية. لفظ المشاركة لما يتم الحديث عنه فيما يتعلق بالمشاركة الانتخابية لا يغسل من الأثر القديم المتعلق بالمشاركة في السلطة، فبالتالي تحصل العملية بتاعت الالتباس وبتتفتح كثير من المسام للتفكيك وللتخوين وللحديث عن أن هذه هي خطوة مقدمة للمشاركة في السلطة وغير ذلك. لكن أعتقد أنه الأطروحة اللي قدمونا في المؤيدين للمشاركة كانت طروحات واضحة في المناظرة من خلال متابعتي، أنه هم دارين يستغلوا أجواء الانتخابات لتضعيف عمرهم المعارض فيها الحكومة، يعني يديروا يدهم هم بيقدموها. طيب فبالتالي الناس ضياء ختاما، يعني البعض يعتبر أنه المعارضة ظلت بمأمن يعني من النقد كثيرا تحت ظلال السخط العام، يعني السخط كان من الوضع الاقتصادي ولا من الوضع السياسي، يعني لم توضع في اختبار حقيقي تجاه جماهيرها ولا تجاه حتى رؤاها وطروحاتها. يعني نستطيع أن نقول أنه 2020 ربما تنقل المعارضة إلى خانة الفعل بدل الخانة التي اتهمت بأنها ظلت فيها خانة المتفرج والسلبي. والله أنا أعتقد إنه الشكل بتاع المبادرات اللي بتنطلق من حزب المؤتمر السوداني حتكون هذه المبادرات مستفزة لكل المعارضة الأخرى ومحفزة لها بأنها هي تغير من أساليبها وتغير من خطابها وتخرج من محفوظاتها القديمة، إنها هي تحاول تبتكر وسائل وأساليب وخطاب يتجاوب مع الشارع السوداني. واضح جدا ان المعارضه تعاني عزله كبيره جدا رغم الظروف الاقتصاديه ورغم الاوضاع الكثيره جدا اللي هي بتواجه الحكومه السودانيه، لكن المعارضه تجدها هامده، تجدها غير متفاعله، تجدها ما عندها رصيد بتاع المصداقيه في الشارع السوداني. لذلك دعواتها للتظاهر ودعوات للعمل المعارض سرعان ما تنهار وسرعان ما تذوب وسرعان ما تتلاشى دون أن يكون لها أثر. فبالتالي أعتقد أن من الواجب المعارضة السودانية وحتى الأحزاب الحاكمة حتى المؤتمر الوطني في حاجة لممارسة فضيلة النقد الذاتي. إذا لم يوجد نقد ذاتي وإذا لم تكن هنالك حركات تصحيحية داخلية لا تعبر عن نفسها في شكل انقسامات أو حالة تشظي أو حالة تآمر وما يطلق عليه بالحفر وكذا، إنه ده الجدل ده يتحول إلى جدل صحي حول كل القضايا وحول كل الرؤى، وأن تكون هذه الأحزاب بمختلف مسارات إذا كان مسارات حاكمة أو مسارات معارضة إنها تكون عندها مقدرة على إدارة الجدل وإدارة الخلاف داخله وإدارة التنوع واحتمال الآخر. نحن عندنا مشكلة مزمنة احتمال الآخر متعلقة بعدم مقدرتنا على احتمال الآخر إذا كان هذا الآخر موالي أو هذا الآخر مخالف ومعادي. ضياء الدين بلال، شكرا جزيلا على هذه الإفادات.